من أجمل الصفات في الشعب المصري أنه عمره ما بينسى أبطاله، ومهما طال الزمن بيفضل فاكرهم وبيخلد ذكرهم. وده اللي شفناه اليومين اللي فاتوا بعد ما تصدر اسم الشهيد أحمد منسي الترند في ذكرى استشهاده هو وعدد من أبطال القوات المسلحة أثناء الدفاع عن كمين البرد. ربنا يرحم منسي وكل أبطال القوات المسلحة ويحفظ مصر وجيش مصر.